وكانوا مضطهدين في مكة ولا يتمكنون من الخروج للطواف بالبيت إلا بعد مشقة، إلى أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعز الله به الإسلام والمسلمين. ثم أسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب فصار المسلمون في عزة وقوة، يخرجون إلى المسجد الحرام ومعهم عمر وحمزة ولا يستطيع أحد أن يعترضهم. ثم تتابع الخير والإسلام والإيمان،